الله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للابد. والله إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم عمار يا بلد. إعداد وتقديم دكتور محمد مصطفى بشارات. بإيدينا نعمرها وبثباتنا فيها نعمرها علشان تظل باستمرار عمار عمار يا بلد. البلد بلدنا وإحنا عمارها. طبعا عمار، إيه والله عمار، لازم عمار. عمار يا بلد، عمار يا بلد. لما الجار يحس بجاره يتفقد ويزور بداره يحفظ له ماله أسراره. والله عمار يا بلد، والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد، شارع حيك مع دخلاته، نحمي بحرقة ممتلكاته، نسقي عرسيب وزهراته. والله عمار يا بلد، والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين والمستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من نابلس. بالمحبة والإباء، والله عمار يا بلد. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عمار يا بلد، ولكن دعوني أقدم واجب العزاء لشهيد نابلس، هذه البلد العامرة بأهلها، بلد العلماء وعش العلماء كما يقولون. ما زال ذلك الاحتلال يمارس أبشع أصناف العذاب والقمع والاضطهاد في أبناء شعبنا، فالرحمة للشهداء والعزاء لذويهم والصبر والسلوان، أسأل الله يتنزل عليهم، والثبات لشعبنا ليكون دائما لديه الوفاء الحقيقي لهذه الدماء. رحم الله شهداءنا وعظم الله أجركم وأعظم الله أجركم أهلنا في مدينة نابلس. أهلا بكم مستمعينا الكرام وفي حلقة من برنامجكم عمار يا بلد. فلسطين التي نعشقها هذه التي سنتحدث عنها اليوم. يسؤنا دائما ما تعانيه من احتلال فلسطين، ويؤلمنا أيضا ما يعانيه مجتمعنا من مشاكل ومآسي. نريد لفلسطيننا أيها الكرام الصلاح والإعمار والازدهار، ونريد لمجتمعنا وأبنائنا السمو والبناء والبهاء والحرية. لما الجار يحس بجاره جيناكم في هذا البرنامج أيها الكرام لنتحدث في إعمار هذا البلد الحبيب. ترى كيف نعمر البلاد ونعدل عوجاج العباد، وهل يكمن الحل بتفصيل أنواع المشاكل ثم مناقشتها وطرح حلول عملية لها؟ ما هي المشكلات والتحديات التي تواجهنا وتستمر في التنغيص علينا، تستدعينا دوما لبذل كل جهد في سبيل أن نعمر وننهض؟ عمار يا بلد، نريد أن نتشارك معكم في طرح المسائل التربوية والمجتمعية التي تحتاج منا للاهتمام والإصلاح ليحدث الإعمار، لنضع أيدينا على عصب المشاكل وأساس الخراب ليبدأ من هناك العمار. نريد أن نغوص معكم في أبجديات البناء والتعمير، لأن فلسطين تستحق كل سعي للإعمار وكل جهد للإصلاح، فيدا بيد نبني حتى نعمر. واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة، وموضوعنا اليوم هام ومهم جدا، ألا وهو موضوع انتخابات المجالس المحلية والبلدية. ونتحدث اليوم عن المسؤولية، هل هي تكليف أم تشريف أيها الكرام؟ ودعوني أبارك لهذا الحدث الانتخابي الجميل في بلادنا، والتي أسأل الله سبحانه أن يكون مستمرا ليعم كل هذا البلد، فيختار الناس من يريد أن يمثلونهم في مجالسهم وتشريعاتهم وفي المواقع القيادية المتقدمة، لأن الناس تبحث عن من تقودها. فنبارك لهذا الحدث الجميل، وأسأل الله أن يعم علينا الأمانة دائما وأبدا. ولكن ماذا يعني الفوز بالانتخابات؟ وهذه رسائل اليوم ستكون محملة بالود والحب والاحترام والتقدير والنصائح لمن فاز ولمن كان لديه أيضا خدمات في هذه البلد. ماذا يعني أن تفوز بالانتخابات أيها الحبيب وأيها الناس؟ يعني أنكم عند الناس في دائرة حسن الظن وثقة الاختيار والرشد والرشاد والخير،
فلا تخسروا الثقة، يعني أنكم على المدى أمل منشود بتلبية احتياجاتهم المتنامي للتطوير والتحسين في الخدمات المجتمعية، فلا تبخلوا بالعطاء، وأنكم على درجة من مسؤولية الأخلاقية لتقديم الأفضل والبحث عن الأفضل، فلا تنسوا العهد الذي قطعتموه على أنفسكم، يعني أنكم رضيتم بارتداء ثوب العدالة والشفافية وتجنب الشبهات والمشتبهات وصون الحقوق والممتلكات، فلا تخونوا أماناتكم. بالتعاون والإخاء لابد عم الرخاء بالمحبة. وهنا أسأل، هل يدرك المسؤولون الجدد هذه الأمور؟ هل يعلمون حجم الأمانة الملقاة على أكتافهم في وطن محتل يشكو الفقر والبطالة ويعاني بنية تحتية صعبة وضعيفة وكاد تكاد تكون في بعض المواقع غير موجودة؟ ومن جهة أخرى، أليس من العيب على بعضهم أطلاق النار بعد الفوز ثم تأتي تقول للناس جماعة الخير بدنا هدوء وبدنا نكون سلم وأمان مجتمعي؟ لابد أن تكونوا في مجالسكم القروية والمجتمعية أن تكونوا قادرين على أن تصنعوا وعيا حقيقيا ونتائج فاعلة على الأرض. نحتاج أن نرى الشوارع نظيفة ومميزة، هذه الشوارع لابد أن تكون فيها الأمان وفيها الاحترام، خدمات تتواءم احتياجات المواطنين. نريد منكم أن تجعلوا من مناصبكم أماكن لخدمة المجتمع والشباب، لا شغل جهات وعطوات وبس فشخرة. انتبهوا فلا تقعوا في الأخطاء السابقين من قبلكم، وكانوا يقولون دائما السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، فلا تكونوا أشقياء. لابد أن تكونوا واعيين جدا على المسؤولية الملقاة على عاتقكم، لأنكم تحتاجون أن تنفقوا تلك الأموال في بنية تحتية وليس على انتخابات، وكان الأولى في تلك الأموال أن تنفقوها على بنية تحتية للبلد. لذلك كان السلف الصالح أعزائي المتابعين والكرام يتهربون من مناصب القضاء والولاية خوفا من أن تفسدهم أو يتقاتلوا من أجل الدنيا الزائلة. ما الذي جعل اليوم نخوض حروبا ضروس بعض الأحيان من أجل الكراسي؟ لا تخلي الكرسي يجعلك تتخلى عن مبادئك وعن دينك من أجل شيء له علاقة بالمظنة. أناقش معكم ما المطلوب من المجالس المحلية وماذا تعني الانتخابات وما هو الواجب الملقى على عاتقنا في اختيار الناس الأفضل وكيف ندعم الذين تم اختيارهم ليحسنوا من خدمات المجتمع. وأيضا نحتاج أن يكون مجتمعاتنا تبني عمارا، لأننا في برنامج عمار نريد أن نصنع معكم عمارا، كيف ندعم هذا التوجه وكيف يمكننا أن نصنع وعيا حقيقيا ونختار أهل الأمانة في المرحلة التي تليها. فاصل قصير ثم أكون لكم معكم، ولكن كما العادة أستقبل اتصالاتكم على 09-233-1010 وعلى جوال 0599-15-10-10 وعلى جوال، وأيضا أقرأ تعليقاتكم عبر صفحتنا الفيسبوك وبثنا المباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. لما الجار يحس بجاره يتفقد ويزور بداره يحفظ له ماله أسراره والله عمار يا بلد والله عمار يا بلد انت العزو والسند واحنا رجالك للأبد والله عمار يا بلد. حياكم الله من جديد، ومرة أخرى نترحم على الشهداء، فرحم الله شهيد نابلس، أسأل الله أن يتقبله في الصالحين وخالص الود والعزاء للأهل، وأسأل الله أن يحفظ نابلس عش العلماء ويحفظ كل فلسطين شهداءنا العظماء الذين ما زالوا في مسيرة التحرير، وما زلنا نتذكر أن هناك احتلال يجثم على صدورنا، فلا تنسوا ذلك الاحتلال ولا تجعلوا خلافاتكم ترقى على هذا الاحتلال، فلا تنسوا ذلك. حياكم الله أيها الكرام، وحديثي معكم اليوم عن موضوع الانتخابات البلدية أو المجالس القروية التي بلشت في مرحلتها الأولى. سؤالنا ما الذي وما هو المطلوب من الذين تم اختيارهم؟ ما هي الأمور الملقاة على عاتقهم؟ بماذا نذكرهم؟ وبماذا يعني دعوني أقول أن لا يقع في أخطاء الذين سبقوهم إن كان هناك أخطاء. ودائما شعارنا أن نكون سعداء فنتعلم من أخطاء الآخرين، ألا نكون أشقياء فنتعلم من أخطائنا. ما الواجب المطلوب منهم؟ هل هي مناصب وكراسي وجخات وشوفت الحال والبحث عن بدك تسجل كم جلسة جلست عشان تأخذ فلوس، ولا هي عبارة عن تكليف وليس تشريف؟ المواقع المتقدمة في خدمة الناس، أنت في مكان تخدم فيه الناس، ماذا ستقدم للناس؟ ماذا ستقدم بخدمتهم؟ وهل ستعلو صوت العشائرية والحزبية على صوت الخدمات وصوت احتياجات الناس؟ وهل سيكون صوت العقل والخدمة أعلى أم أنكم
وهذا إن شاء الله ما لا نتمنى، أما أنكم ستفعلون كما البعض الذين وظفوا مناصبهم للاستفادة. على كل حال تنسوش كلكم أن هناك قبر وهناك حساب وعذاب، فإن خدعك هذا المنصب فلا يخدعك القبر القادم. استقبل اتصالاتكم أيها الكرام على 0923 1310 وعلى جوال 0599 15 10 10. سؤالي لكم، ما هو المطلوب وماذا نقول للذين فازوا بهذه الانتخابات؟ ما هي المسؤوليات التي ملقى على عاتقهم؟ وكيف نصنع عمارا معا؟ وماذا تعني المسؤولية والتشريف، هي أم تكليف؟ وما الواجب المطلوب منا في مجتمعاتنا الفلسطينية؟ دعوني أذهب إلى أخوي أبو إبراهيم من فقوع. أبو إبراهيم السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك، جزيك الخير. وأنا دائما أبدا بتفق معك في رأي واحد، أننا نتناول حدث الأسبوع. نعم. حدث الأسبوع اليوم اللي اخترته أنت الموضوع صديق العزيز بادي عديبد، هي تكليف وليس تشريف. صحيح. وهذه البلد لا تعمر إلا بالإيمان والإخلاص والاستقامة والجد والسعي دائما نحو الأفضل. لكن دعوني أن ألخص كل موضوعي بقصة بسيطة على وهي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الذي يعتبر هو خامس الخلفاء، وهو ليس منهم، لكن بفعله اللي هو في خلال سنتين ونيف ماذا فعل؟ فعل الأعاجيب، أعطى للمدينين وزوج العنس وظهر الخير فوضعه على ظهور الجبال، فنعم الإنسان والطير والحيوان. لكن ماذا كان شعاره حينما أتته الخلافة؟ بكى، فسألته زوجه ما يبكي؟ نعم. أنت يعني يجب أن تفرح في هذا اليوم. قال أمامي الضعيف والفقير والمحتاج، وأسأل الله أن يعينني في جواب كامل لهم يوم القيامة. والآية صريحة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهي في الحقيقة أنها تكليف وليس تشريف. وبدي أقول كلمة، الذين حالفهم الحظ أسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أمين. والذين لم يحالفهم الحظ هم أناس كانوا يريدون أن يقدمون الخدمة. أحسنت. والمشورة، فبالتالي أيضا لا يتنحوا جانبا فيبقوا في ضمن المشورة وتقديم لما هو مفيد ولما هو خير. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وبارك الله فيك. الله يكرمك أبو إبراهيم، جزاك الله كل خير. وأنا أضيف على يعني كلمات أبو إبراهيم إنه الذين لم يحالفهم الحظ أن لا تكونوا مع ولا هدم، فمش يعني يا لعيب يا خريب. تعرفوا في بعض الناس للأسف الشديد، في بعض الناس وليس كثيرا، يعني شيء بسيط جدا، وبعض يعني ممكن بحاجة إحنا للأستاذ أريج والدكتور محمد الملا عشان يقولنا شو تصغير بعض بعيد إذا بتزبط هيك، إنه هدول الناس اللي بيفكر يا لعيب يا خريب. فبدناش يكون العقلية عقلية انتقامية للناس الذين يعني في النهاية لم يقدر لهم أن يكونوا في مناصب في المجالس، أن يكونوا مشهورين. وإن شاء الله يكون ذكاء أيضا المجالس اللي تم انتخابها، أن يكون العقل الوحدوي هو العقل الذي يجمع، عقل الوحدة وعقل يد الجماعة. فالله يعني مع الجماعة ما دامت هذه الجماعة تتقي الله عز وجل، وهذا بده يكون نهجنا يا جماعة الخير. ذلك نصائحكم، ما الذي مطلوب؟ ما هي المهام الملقاة على عاتقهم؟ فالأمر ليس ببساطة، الأمر في غاية الأهمية وغاية الخطورة. فالأمر كما قلنا جميعا تكليفا وليس تشريفا. محمد من نابلس السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية. الله يبارك في عمرك، جزيكم الخير. طبعا بدي أقول شغلي فضل. بعد ما أؤكد على ما قال أخي الله يجزي الخير، بهديهم آية ربنا سبحانه وتعالى بقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله والله يجزيكم الخير. الله يكرمك. يعني السلام عليكم. شكرا شكرا أختي محمد. شوفوا يا جماعة خير، لما بيكون الانطلاق انطلاق قرآني ومبدئي في النهاية، توجيه يعني همتنا واتجاهاتنا وتفكيرنا. وبتمنى أنه اليوم أكيد كلهم صاحيين الأعضاء اللي فازوا، على اعتبار أنه في تسليم وتسلم وفي شغل يعني بالنسبة لهم. ما زلت أستقبل اتصالاتكم أيها الكرام على 0923 1310 وعلى جوال 0599 15 10 10. وسؤالي لكم، ما هو المطلوب من الذين فازوا ومن الذين لم يفوزوا؟ كيف يكونوا نكون كلنا معول بناء في هذا البلد؟ كيف يمكن أن نكون لدينا عمار في هذه الأرض؟ كيف نصنع وعيا
في هذه الأرض، خصوصا أننا نتحدث عن مرحلة هامة ومرحلة خطيرة في مجتمعاتنا، وعينا وفهمنا ونضوجنا. هذا موضوع جدا أنا أعتقد أنه مهم، لأنه كل ما زاد هذا الوعي اللي عندنا، كل ما كان وعينا على أعلى درجة كبيرة من الفهم ومن الإدراك ومن التواصل، كل ما كنا نتعامل مع الموضوع بذكاء شديد جدا. لأنه إحنا اليوم مش قصة أنك تكون في موقع متقدم لخدمة الناس أنك ستكون أفضل من الناس أو أحسن من الناس أو أتقى من الناس أو أرقى من الناس أو أوعى من الناس. لا، أنت في مكان تم تكليفك، فهذا التكليف اللي أنت موجود فيه بدك تكون على أعلى من الدراية، وكيف تتعامل مع المواقف بشكل ذكي جدا. لأنه إحنا بهمنا كيف نتعامل مع المواقف بطريقة كمان بتعود في الخير على البلد، لأنه كل حدا حط برنامج لإله، هذا البرنامج أنت بلغت فيه الناس، ذهبت إلى المجالس العائلية وجلست في دواوينهم وبلغتهم أن لديك البرنامج الفلاني والحالة الفلانية والموضوع الفلاني، فلا بد أن تكون على أعلى درجة من تطبيق ذلك البرنامج، وأن لا يكون لديك الأعذار تكثر. لأنه للأسف الشديد ما نشاهده على مدار سنوات طويلة جدا من مراقبتنا الواقعية، أنه بتلاقي الشعار شيء، البرنامج شيء، والتطبيق شيء آخر. بتلاقي شعارات فضفاضة واسعة بتزبط لكل انتخابات الأمة، وفي النهاية على تطبيق الأرض بصير هون في جزئيات للأسف نتهرب منها. قد يتذاكر البعض بقول لك ما هو فيش رقيب ولا حسيب، وينسوا أن الله سبحانه وتعالى رقيبهم وحسيبهم. هاي نقطة بدنا دائما نذكر فيها علشان نكون في أعلى درجات الوعي، أعلى درجات الإدراك، نكون فاهمين أنه إحنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع، هي الأدوار المطلوبة منا. لأنه لا يمكن أن نصنع عمارا في بلادنا ما لم نتحمل تلك المسؤولية الحقيقية. لا يمكن أن نرى الباطل ثم نصمت، نرى الأخطاء ثم نسكت، وأن نكون لا سمح الله جسور يعبر الناس منها إلى الجنة ثم نحن يلقى فينا إلى النار. وهي نقطة بدها تكون واعية جدا عند الناس اللي بيكونوا وقفوا في مواقف المقدمة علشان يكونوا قادرين ومؤثرين. هذا اللي بيخليني دائما يستدعيني أنا وياكم أنه دائما نذكر كل من يريد أن يخدم هذه البلد، كل من يريد أن يكون في منصب، كل من يريد أن يكون في مجلس بلدي أو قروي أو في مكان قيادي، انتخابات أندية، انتخابات كثيرة جدا تحدث هنا وهناك، بدك تكون حاطط في بالك أنه تكليف وليس تشريف. للأسف ما زالت الأدوار مختلفة، ما زالت القناعات مختلفة عند الناس، وهذا اللي بيستدعيني دائما أتعامل كيف نتعامل بشكل فيها أمانة. ما هو رأيكم لتلك الانتخابات وقناعاتكم اللي ترتبت عليها، والدور المطلوب من الناس الذين لم يحالفهم، إذا بدي أقول الحظ، ولم يعني في النهاية لم يتم تكليفه من الناس، في النهاية هذه منافسة وهذه انتخابات، وفي النهاية أنت شو قدمت بتلاقي، سواء كانت أنت عندك أداء متميز أو غير ذلك، بدك كمان تكون معول إيجابي، وهذا الدور المطلوب منا. لازلت أيها الكرام استقبل اتصالاتكم على 0923 3310 وعلى جوال 0599 15 10 10، وحديثي وإياكم ما هو الأدوار المطلوبة من الذين يقفون في مجالس محلية أو انتخابات، ما هي الأمانة الملقاة على أعاتقهم، أم هو تشريف ليس تكليف، وما الدور الحقيقي المطلوب منهم، هل هي فقط خدمات حقيقية وميزانيات واعية، ولا مجرد أنك أنت تقعد على كرسي وتعد لحالك كم جلسة عشان تلم ليرات. إن براء حبايبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الفيسبوك، أهلا وسهلا فيكي، وأحمد كمان وجمال الله يجزيك الخير وبارك في عمرك، وجمال كمان من الجزائر نحييكم، حياكم الله وحيا أهلنا في الجزائر، ما أعظم الجزائر يا أخي في يعني في 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 حبها لفلسطين وعشقها الحقيقي لكل فلسطين بكل معانيها، من قدسها إلى يعني إلى بحرها. أبو شعيب بن عوام بقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، وأنا أتفق معك أنها هي مسؤولية أمام الله عز وجل. احنا جماعة بقول لي احنا من الجزائر، واحنا كمان فينا يعني بهمنا كثير انه نكون قادرين على اعلى درجة من الامانة والمسؤولية، فكل مسؤول عليه واجب امام الله عز وجل لابد ان ينتبه له. محمد زياد بقول السلام عليكم يا دكتور، نحن في فلسطين نحتاج ان يكون في المقدمة الامناء القادرين على التأثير والتغيير. خلينا نروح للدكتور عز الدين عمارنة. دكتور عز الدين السلام عليكم. قادك دكتور، حياك الله ويبارك في عمرك يا رب، وكل المستمعين خليلياك. تفضل. اولا انا بتحفظ على كلمه حالفه الحظ. بالضبط، يعني انا قلت ان جاز يعني انا الاخ اللي حكى حالفه الحظ وكان المساله مغنم يعني. بالعكس انا امبارح اتصلت على حدا، نعم، بين قوسين فاز بالانتخابات. جميل. فقلت له كل الناس بتصلوا بهالنوك، انا بدي اتصل اقول لك انك انت خوزكت تدمرت. الله يعينك. هيك وهيك لك. ولك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول
لأبو ذر يا أبا ذر إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة الله عافينا إلا من أخذها بحقها الله عافينا. وانت عشون كيف وتوزع كناف يعني هو مش عارف اللي جاي مش عارف شو بنتظره الله يثبتنا هاي وحدي القصة الثانية هذا البرنامج هاي الحلقة تحديدا متأخر أسبوع يعني يا ريتها نبثت قبل الانتخابات أقول حال ما فاتنا إشي لأنه في زحمة المواضيع الحلوة الرائعة الشيقة اللي بتنطرح نعم فيعني لسه هي الانتخابات مستمرة في مرحلة ثانية وثالثة مش راح أغير على كل حال المهم سيدي يعني اللي كان بيصير أنا ابن 51 سنة الله يعطيك الصحة وكبت الله يجزيك خير كثير انتخابات نعم قريبة علينا وبعيدة عنا أساس ما أقول لك والله بحكي على البلد لا بحكيش على البلد بحكي بشكل عام نعم اللي قاعد بصير انه القصة لا هي تكليف ولا هي حمل الأمانة بشكل او باخر مش اعمم نعم. بس انا من خلال القوائم اللي قدامي ومن خلال التجارب اللي حوالي بجوز تجربتي سيئة بجوز غيري يقول لك لا تجربته مليحة انا تجربتي السيئة بتقول انه قاعد ابن العيلة يعني واللي صلوا 20 سنة واللي صلوا مليون سنة هو اللي قاعد برجع نعم. وبدون اي برامج انتخابية وبدون اي تغيير وبدون اي تأشي وبدون محاسبة للنفس للأسف الشديد وقاعد الناس اليوم مثلا عائلة سين من الناس بقول لك والله الانتخابات هاي دور فخدنا والمرة الجاية الفخد الفلاني وحطوا أي حدا فبالتالي المسألة صارت مسألة عائلات ومسألة محاصصة ويعني البلد اللي بيكون فيها يعني يعني فترة انتخابية 4 سنين وبيكون فيه 3-4 رؤساء كل رئيس 6-7 أشهر هاي صارت كعكة صارت كعكة وصارت يعني محاصصة ومش لا الهدف لا الخدمة ولا شيء وبالعكس وهون هون هون نقطة مهمة ولا مقاطع بحكيك دكتور بتضيع قصة خدمة البلد والأثر لأنه في النهاية البلد بدها شوارع بدها خدمات بدها صيانة اللي قاعد بصير أنا يعني لو نمش برنامج وعلى الهواء نعم. بسمي لك وبمثل لك وبخليك الليلة ما تنامش الليل لا خليني أنا كلما جاءت أمة لعنت أختها وأنا إحنا نحكي بكل وعي في النهاية في لا زالت عندنا إشكالية كبيرة جدا وهي قصة أن من يأتي يهدم اللي قبله مش بيبني بعد مش قاعد براكم مش قاعد لا في قصة ثانية دكتور اللي قاعد بيصير بنتخبه 13 عضو منيح نعم اللي قاعد بيصير إنه مجلس بلدي بيكون مكون من عدد من الأعضاء واللي وفي جسم المعارضة نعم المعارضة الموجودة بدل ما إنها يعني بكفي اللي موجودين مش قاعدين بيخدموا ولا قاعدين بيعملوا اشي مليح وان عملوا اشي مليح اللي قاعد بيخرب عليهم المعارضة شوف معارضة من اجل المعارضة حسنت معارضة حسنت من اجل التخريب وهي خلينا نوقف شوي عليها دكتور لانه في النهاية فاهمين المعارضة بشكل خطأ لانه والسؤال اللي بطرح نفسه ألا وانت بواقع الخبرة دكتور كمان في المقام الدعوي ألا يحاسب ضعفا هذا الرجل اللي بيكون دائما فاهم المعارضة عكسية بمعنى اني انا خلص بدي عارض حتى لو كان خيرا يعني بمرات في شيء خير للبلد في شيء خير للخدمات فهو بدي يسجل معارضته فقط من باب المعارضة وهذا نشاهده يعني للأسف يعني لما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم يا الله سيدنا النبي يقول لك إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يا الله. هذا الحديث أنا بقتلني هذا الحديث يخوفني جدا وبيخلينا أشعر أنه إحنا يعني اقتربنا من أمر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل هو بفكر حاله في المعارضة أنت محمد أماني كنت في المعارضة ولا كنت في الرئاسة ولا كنت في العضوية ولا كنت فعال يعني على رأس عملك أنت أمين على أنا أعطيتك صوتي عشان تحكي باسمي وعشان لما بدك تعارض تعارض باسمي ولما بدك تأيد تأيد باسمي أنت مسؤول أمام الله عز وجل مش عن نفسك أنت مسؤول عن كل الناس اللي انتخبتك أما إذا صير معارضة من أجل المعارضة وأنا وإذا كني بأيد ببصم هيك على بياض وبدون ما أسأل طب ما ربنا بدي يسألني يوم القيامة هو لما ربنا بيقول لك وقفوهم إنهم مسؤولون أنت بس مسؤول في الدنيا مشان تعجك علي لا معجوك كمان مسؤول في الآخر دبر حالك العجكة هناك هناك إذا كنك زلم يعجك طب سؤال أخير دكتور خليني أستثمر وجودك أيضا هل تعتقد أنه المرشحين اللي ترشحوا فعلا واللي ممكن يفكروا في الترشح هل بيدركوا موضوع شو معنات تكليف ومسؤولية يعني من خلال الواقع إحنا مناش ننظر بس من خلال الواقع والله شوف دكتور بالواقع بقول لك نعم. اللي قاعد بصير إنه العائلات أو الأحزاب يعني إحنا بالقرن 21 وما زالت القبلية والعشائرية طبعا إنه قاعد أنا يعني أنت كابن عائلة
بيقول لك يا دكتور محمد اليوم في عندنا اجتماع في الديوان وانه العائلة مرشح فلان وبدنا الكل يتكاتف والكل يمشي وراه والكل يتخبو وبقاطعوني برشد بردش صح؟ نعم بقاطعوني بردش يعني بقابز علو منه إذا مرة الثاني الفخي تبعهم بده يترشح بقول لك أنت ما انتخبتناش فبقول لك لا كفاءة لا شهادات لا علم لا خبرة ولا شيء بدك تنتخب والسما زركة وما انتخبتش يا ويل ويلك بدي احييك يا دكتور الله يجزيك شكرا شكرا كثير لك دكتور عز الدين عمارني واحنا نتحدث عن واقع عشان كمان يا اخواننا نتعلم من التجارب فلا نكون اشقياء نكون سعداء نتعلم من اخطائنا نروح لحبيبي ابو واصف صباح الورد ابو واصف السلام عليكم اخي اهلا يا غالي الله بجاه النبي ان يرحم الشهداء امين يا رب العالمين والابضايات اللي بيضحوا لاجل فلسطين والله هدول بقطع الراس امين امين يا رب العالمين قول امين امين بالصلاه على النبي اللهم صل على رسول الله وخلي هدول عم مسيسين كله من الطربوش للبابوش ايوه اوعى تفكر مسيسين مهما كانوا لا يمونوا على شيء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو بتجيهم التعليمات بردوا مو احنا هذا واقعنا عشان مناش نحط ميك اب للواقع اللي موجود عندنا وسؤالي لكم دائما يا جماعة خير هل احنا بدرك المسؤول شو معنات مسؤولية وتكليف وتشريف هل فهمين شو معنات ان الله فقفوهم انهم مسؤولون انت راح مش راح تنسأل بس في الدنيا كمان انت راح تنسأل كمان في الآخرة هل يدرك ذلك المسؤول او الناس اللي يعني وضعوا في ذلك المنصب انه عليك انت امانة وانك ستكون سد منيع فلا يؤتين من قبلك وانك انت تدير بالك على مصلحة البلد وبدك تدير بالك على الناس الموجودين وبدك تحافظ على مقدراتها وبدك تشوف وين في فساد وين في توظيف خاطئ وين في محاباة وين في شللية وبلدية ومحاباة القصص كلها هل سيكون لديهم القدرة الحقيقية على تنظيف الواقع الموجود المعاش وهذا أكبر مشاكلنا يا جماعة الخير إنه اليوم مطلوب من الناس اللي بيكونوا في المواقع المختلفة والمسؤولين وخصوصا في مجالس محلية تريد أن تخدم البلد حقيقة أن تصنع بيئة أولا صحية بيئة وظيفة وموظفين في مكان صح بيخدموا البلد وليس قصة محاسبة وزبط حالك وخذ لك راتب وزبط فلان وقرايبي وحبايبي وهي قصة كثير بدها شغل على الشفافية والنزاهة ولا شك انه احنا في مجتمعاتنا العربية بشكل عام نحتاج كثير سنوات وأعتقد نحتاج أصحاب قرارات حقيقية أن نكون قادرين على صناعة الشفافية والنزاهة والعدالة لأن كل مصطلح من هذه المصطلحات له ما بعده في الوعي وفي الإمكانية وفي التقدير وفي الفهم له ما بعده في أنك تفهم شو يعني شفافية له ما بعده شو معناته أنك أنت تحافظ على مسؤوليتك أمام الله عز وجل وأنك تكون شخص نزيه في قراراتك أبو محمد من رام الله السلام عليكم حياك الله لبارك في عمرك أنا قبل شوي انضميت للإذاعة وكانوا الانتخابات والتشريح نعم وإحنا بنقول للناس هل هو تكليف أم تشريف وشو المطلوب والأدوار المطلوبة خصوصا من الناس اللي فازوا هل هي قصة محاصصات ولا أنت بدك تقدم خدمة لبلدك ولمجتمعك وبدك تعمل عمار لأنه إحنا بدنا يكون في عنا عمار في هالبلد الله يجزيك خير ماشي تفضل نقول شيء نبارك اللي نجحوا والله يعينهم وحتى لو كانت انتخابات فيها يعني مش بترضيش الجميع والله انتخابات نعم منيح اللي في انتخابات الحمد لله نحكي نحمد ربنا طبعا ايوه على المستقبل تكون افضل واحد يا رب كانت اللي نجحوا في البلديه يعني الان هي مجالس محليه حاليا في المستقبل تكون بلديه نعم احنا كل واحد فينا عايش في مدينه او بلد يا جماعه اللي بتسمعوني كلهم وانت يا دكتور نعم احنا البلديات افضل من دون مجلس محلي افضل يعني حتى مع السلبيات يعني أنا عايش في المدينة في رام الله لو فيش بلدية لو في عندي ملاحظات عندي بس في الآخر يعني تختم نعم تقدم ولكن مكان ألجأ لك أشكي فيه أو أقدم يعني رأيي مثلا إنه أنا في خطأ في شارع في خطأ في ياسر في خطأ نعم. في مصر فإحنا نحاول نعزز إذا بنقدر نغير في المستقبل ونشي أفضل والمنتخبين أو المرشحين هم الأصلح والأفضل يكون ممتاز يعني أنا سمعت يعني بعض الآراء إنه يعني هي مسؤولية نعم بعرف مسؤولية وأمانة أمام الله قبل الناس وإحنا الآن أمام الناس نحاسب بعض بس نحاسب أنا بشد وبقول فليكن محاسبتنا إيجابية إذا نقدر نغير للأفضل وهذا اللي بدنا إياه يعني حتى العضو اللي بنشوفه افترض إن في لا سمح الله تجاوزات في إخفاقات في سلبيات إذا بنقدر كل واحد فينا معارفه طيب أبو محمد خليك معي أبو محمد أنا بس أنا عشان بدي أخذ متصل من تونس حتى ما أقطع لي خليك معي بعد إذنك أخذ أخوي خالد من تونس السلام عليكم
السلام ورحمة الله. أهلا بك دكتور. حياك الله أخي خالد. أنا مشتاق لك جدا يعني مشتاق لأهلا فتح. صحيح. صحيح. الله يكرمك. عم اتصل. نعم صحيح. الله يحفظك. تفضل أخي خالد. أنا لما قريت الموضوع البرنامج اتصلت مباشرة بدون أن أفكر، لأنه في تونس في آخر 10 سنوات وفي آخر 12 سنة مرينا بعدة انتخابات رئاسية تشريعية بلدية، وسأرينا فأنه النتائج الانتخابات هذه تؤثر تأثيرا مباشرا في حياتي. صحيح. الحياة المعيشية. قل لي من واقع التجربة. قل لي من واقع التجربة تفضل. أي أول شيء لابد على الناخب الفلسطيني أنه يفكر فيه هو أنه يختار الشخص الذي يبحث عن همومه اليومية، أن يكون يحمل هم أو يحمل القضية الفلسطينية، يحمل هم المواطن الفلسطيني، ليس من وأن يبتعد عن الناس الذين تبحث عن من سميه عن الشعبوية وعن الشعارات الزائفة، وهذا قابل أنه الناخب الفلسطيني أن يبحث عنه في كلام المرشحين. نعم. هل أنه كلام واقعي أم أنه كلام يعني كما نقول إحنا كانوا يعيش فوق الصحاب، يعني نعم. من سيتحدث عن مثلا مش بائعين أحلام، بدناش بائعين الأحلام والوهم. بالضبط يعني بالضبط، ليس بائعي أحلام. ثم أن نبحث عن المرشحين الذين يهتمون بالواقع المجتمع الفلسطيني، من أنه مجتمع متدين، من أنه مجتمع متمسك بثقافته العربية الإسلامية، لأنه في تونس عندنا كثير من المرشحين الذين يبحثون عن تغريب هذا المجتمع. لا أدري إن كان هذا نفس الشيء ولا في فلسطين، لكن هذا من المرشحين الذي عنا على الناخب أنه يبتعد عنهم. ثم في آخر انتخابات رئاسية شفت شنوري فارما، شفنا أنه المرشح اللي هو الآن رئيس الدولة كان يتحدث عن القضية الفلسطينية وأنه يحمل هم القضية الفلسطينية ونحن في حرب مع الكيان إلى آخره. ثم شفنا الآن ماذا فعل بالبلاد، أدخلها في 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 في, في دوامة من الصراعات في التون. اليوم نتحدث عن أنه الدولة غير قادرة على صرف الأجور، اليوم نتحدث على أنه كل مؤسسات الأقراض الدولية غير رافضة تماما التعامل معه، لأنه بجرد قلم هكذا قلب الطاولة لمشاكل سياسية. ثم وهذا أهم شيء يريد التركيز عليه، خليت النقطة الأخيرة هي أنه على هذا كلامي لأن المرشحين السياسيين انساوا خصومكم، انساوا معارككم السياسية، انساوا إيديولوجياتكم. احنا في تونس عشنا الشيء هذا. نعم. جبنا ناس متحجرة من الستينات ومن السبعينات، والأفكار الماركسية اللي هي الآن همها الوحيد فقط هدم الدين، والأفكار الإسلامية اللي فكرتها فقط الدفاع والدفاع والدفاع. لا ليس هذا هو الأهم. المواطن لكل المرشحين انساوا معارككم السياسية وبنيوا وطنكم. أحسنت. بدون هذه الصفة وبدون هذا الشرط أنه أن ننسى جميع معاركنا السياسية لن نستطيع أن نصل. أنا دائما نضرب الأمثل بلاعبي كرة القدم. نعم. تخيل يعني فريق مكون من 11 لاعب، كل لاعب عنده خطة لحاله، مكان معين، أي مكان محدد. فلو كان كل لاعب عنده إشكالية مع مشكلة أو خصومة مع زملائه في الفريق لن ينجح الفريق، ولو جب أحسن 11 لاعب في العالم. أحسن. نفس المثال ينطبق على الطبقة السياسية والمرشحين في البلد. هذا كلامي على الانتخابات البلدية والتشريعية وحتى الرئاسية. أحسنت. يعني على المرشحين أن ينسوا خصوماتهم السياسية وأن نبني، نبحث عن البناء في كما نقول تنافس سياسي من أجل المواطن الفلسطيني، فهكذا تكون السياسة. أما هذه خصومات أنا أقصيك وأنت تقصيني، وأنا كما نقول نحن في تونس أضع لك العصا في العجلة، يعني صح عصا في الدولاب. نعم. عصا في الدولاب وأنت تعصب الدولاب، فهذا لن ينفع أحد. بالعكس سيبقى الخصوم شابهين يبحثون علينا من بعيد ولا نتقدم. الله يجزيك الخير أخوي توري خالد بن تونس. شكرا لك على إضافتك دائما الجميلة. الله يكرمك ويحفظ كل أهلنا في تونس الغالية. خالد دائما يا جماعة الله يكرمك، دائما في قلوبنا ولا ننساكم. الله يكرمك. الله يجزيك الخير. إن شاء الله نلتقي جميعا قريبا، نصلي في ساحات المسجد الأقصى بعد أن يتحرر من هذا العدو. جزاك الله كل خير خالد بن تونس، دائما الضيف المتميز. وأنا بدي يعني أثني على كلمته العظيمة وهي قانون لابد أن تكون. انسوا خصومتكم السياسية ومعارككم السياسية وابنوا وطنكم، وأعتقد هذا اللي بدنا إياه. أبو محمد ما زلت معي على الخط صحيح؟ أنا آسف جدا أخرتك معي، لكن اضطريت أخذ أخوي خالد من تونس لأنه هذا الأثير المبارك يصل إلى كل دولنا العربية والإسلامية بفضل الله عز وجل. جميل. تفضل يعني احكي كلمتك الأخيرة حتى. نعم. يعني البلديات أو المجالس المحلية هي خدماتية. نعم. يعني مش سياسية،
أنا بقول كل واحد فينا في بلده في مدينته يكون إيجابي. إحنا كنشاط في المجلس المحلي أو البلدية إيجابي. أحسنت. والناس الأقرب الأقرب يعني الناس أقرب كان في الحمولة أو في أو إن كان تنظيم أو كان جيرة أو كان قضاقة يكون له تأثير، لأن هذا بيخدمونا كلنا. إذا أخفقوا إحنا كلنا متأثر المشكلة، يعني لأن بيخدموا بيوتنا بيخدموا شوارعنا بيخدموا محلاتنا بيخدموا سياراتنا. أحسنت. فأنا أقول إن نعزز كاش نقدر المجلس اللي بيجي مش مهم مين، هم يخدمنا نحاول كيف نقدر، وإذا كان في إخفاقات إن شاء الله في المستقبل يكون في نعالجها نعالجها. أحسنت. الله يجزيك خير أبو محمد، شكرا كثير لك. الله يكرمك. من 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 رام الله، الله يجزيك الخير. نكون إيجابيين وإنه ننبذ خلافاتنا ونركز على خدمة البلد واقعها ونحسن من أداء. أخوي عبد من الداخل الغالي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك أخرت. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. الله يكرمك. برامجكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضى. جميع الله يتقبل منا، الله يرضى عليك. تفضل. صلى الله على سيدنا محمد. والله حبيت هيك أول شيء خليني أهنيكم إن شاء الله باليوم بالإفراج عن الشيخ رائد. أسأل الله أن يرد سالم غالم يعني شيخ الأقصى، وإنه يفرحنا بالإفراج عنه إن شاء الله رب العالمين. كذلك الفضل من الله. يا رب. اتفضل صديقي. ان شاء الله ربنا بيفرج عن جميع اسرى الفلسطينيين في الداخل والخارج وفي جميع انحاء المعموره ان شاء الله، وربنا ينصرهم يا رب العالمين يا رب. حبيت اقول انه والله الانتخابات شيء رائع جدا، وفيش اروع منه الانسان انه يؤدي حق من احد حقوق الانسان. نعم. لكن الوضع اللي احنا موجودين فيه ان كان برضو في الداخل او اكثر عندنا بالسلطه الفلسطينيه. نعم. انه شو ما تعمل انت او شو ما بدك تعمل تظلك انت تحت الرقابه وتحت الامور اللي تخلينا نقول انها مامور. وانا باخذ قضيه الانتخابات الوطنيه اللي صارت قبل كذا سنين في السلطه، وجابوا اكبر رجل في المنطقه بقى كان جيمي كارتر اللي هو رئيس امريكا اساس انتخابات السلطه، واخذت اللي فاز بالسلطه هي حركه حماس. بغض النظر احنا شو نظرتي لغير حماس، ولما دخلناش هي كانت انتخابات حره فيها مراقبه جدا، وكان العالم كلياته كان قوم وحدي. طب اذا الشعب اختار فئه معينه اللي بده يحكم اياه بغض النظر عملت مليح ما عملت مليح، بدها تعمل مليح بدها تعمل مليح. فاحنا لاسفنا الشديد انه كل المنتخبين يعني بقولها باسف جدا انه حتى لو بده يجي يعني وفي انك شيء اللي من عنده بده يعطيه للبلد وللاهل ويصلح ويقيم وحط في نهاية المطاف بظل مأمور لأسف الشديد بقولها. فمثل ما بقول برضو المثل على عينك يا تاج هاي الانتخابات، إذا ما حطناش قدامنا إشي اللي هو تقوى الله في كل خطوة أنا بدي أمشيها، تقوى الله في كل خطوة أنا بدي أعملها، تقوى الله في كل إنسان أنا بدي أعالجه أو بدي أقدم له، ما نجحناش. وشكرا لكم. شكرا فيكم. شكرا الله يسعد لي اياك ويبارك في عمرك. اسال الله دائما ان يحفظ هذه البلاد يا رب العالمين. وتخيلوا كمان يا اخواننا كم نحتاج احنا دائما ان نكون على درجه عاليه من الوعي، وعي من بناء بلدنا، البلدنا اللي بيحتاج منا البناء الواعي، لانه في النهايه لا يمكن ان يحدث ذلك الاعمار الا واذا كان في بالنا الحقيقي يعني، وفي بالنا بكل ما تعني الكلمه من معنى، في بالنا بكل ما تعني الكلمه معنى، كم نكون قادرين على التغيير والتأثير، وقديش إحنا ممكن نكون فاهمين الموضوع بشكل أمثل وأفضل. نحتاج اليوم أن نكون واعيين إلى أقصى درجات الوعي، نحتاج أن نكون فاهمين شو المطلوب منا علشان نفهم شو معنى التكليف ونفرق بين التكليف والتشريف، وأنه ننبذ كل الخلافات، وخصوصا كما قال أخوي خالد من تونس أنه نبتعد عن الخصومة السياسية ونركز على يعني في النهاية على البناء، بناء الوطن الحقيقي. والدكتور محمد الملاح ببعث لي صورة بكون كلكم شفتوها أكيد على السوشيال ميديا، في أحد القرى لما احتفلوا الشباب طالعين بالجرافات مبسوطين، بعرف شو القصة، لكن يعني هاي صورة حلوة تعبر على أنه شو المطلوب أن نحتفل بالجرافات ونحتمل في البناء إن شاء الله رب العالمين. نروح ليحيى من نابلس. يحيى معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب القلب تفضل. احنا ليش نروح بعيد؟ تعال قريب. بالعاده لما نروح على ضياع سمعت
والله ما منفتش على السمكة نظيفة 100%. منفتش بالرأس بالضبط. الرأس نظيف والعين منيحة والخياشيم منيحة تبقى 100% السمكة. فإحنا الرأس أنا خربان. فمهما تحاول تعمل في الجسم ما بيجيب معنى ما بيجيب نتيجة كيف أنت شهيتك للسمك. نعم. مشان هيك إذا الرأس ما تغير ما في مجال للشهية إنك تأكل سمكة ويكون عندك وضع نظيف ما دام الرأس نظيف. والسلام عليكم. شكرا يا حيان. شكرا. هذول المحبين السمك لازم يركزوا منيح على اختيار السمك يا جماعة الخير. لا شك انه في النهاية انت بدك تختار الشخص صاحب الامانة والمكانة، وكمان في النهاية بدناش نضلنا يعني انا وجهة نظري الشخصية بحكي الان ما بدنا نكون دائما سوداويين، خلينا نكون كمان ايجابيين. انا في المكان اللي بقدر اخدم فيه بامانة وبصدق وباخلاص وبدين وبحب فليكن. واعتقد انه احنا بحاجة ان نكون دائما الا نلعن الظلم، ان نوقد شمعة، ان نشعل ضوء، ان نقدم خيرا، ان نصنع معروفا ولو بكلمة، نصنع معروف ولو بكلمة، هذا بيأثر تأثير ايجابي. خلينا نروح للفيسبوك اقرا التعليقات واعتذر عن استقبال كلمات لأن الوقت داهمني، وطبعا بعتذر دائما على الاتصالات الكثيرة التي تأتينا وهي بفضل الله عز وجل من كل فلسطين وخارج فلسطين، وأنتم تشاهدون وتسمعون دائما هذا الأثير المبارك إلى أين يصل وبمن يؤثر بفضل الله عز وجل. إم فؤاد بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تخفى خافية على عن أحد والحل صعب جدا يا دكتور في هذا الزمن. إحنا اليوم بدنا نختار الناس الصادقين، الناس اللي بيشتغلوا صح، الناس اللي بيعرفوا شو المبادئ، اللي بيشتغلوا على مبادئ صحيحة، اللي بيحافظوا على دماء الشهداء وبيحافظوا على آهات الأسرة وبزوروهم وزور أهاليهم وما بصعدوا على كتافهم. تيسير زبلح بيقول صد الله صباحك يا دكتور بكل خير. دكتور محمد أقول لهم أن يحذروا من السوائل أو من المسائل يوم القيامة عز وجل. الله سبحانه وتعالى سيسألكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. إم شريف بتقول والله إنها لأمانة وإنها تكليف وليس تشريف، ربنا يعينهم يكونوا على قد المسؤولية. إم حسام بتقول للأسف الانتخابات مجرد مظاهر ومصاريف على الفاضي، بيعتبروها تشريف وليس تكليف ولا يستطيع عمل شيء. نجاحه يجب أن يصب بمصلحة السلطة وتصبح مصالحه أهم من مصالح البلد، ينسى أن الله سائله عن هذه الأمانة ويدبر حاله بعدها عند ربه شو بدي يعمل فيه. هذه التعليقات على الفيسبوك التي كانت وأغلبها بتتحدث على أنه تكليف مش تشريف وأمانة ومسؤولية. وإحنا اليوم رسالتنا في الدقائق المتاحة لي، وأنا بتمنى أنه كل من يريد أن يدخل في تلك الانتخابات أو دخل أو من يعد نفسه أو سيعد نفسه أن الموضوع ابتعدوا عن خصومتكم السياسية وركزوا على بناء وطنكم. والله العظيم أنه هذا قانون عظيم جدا. دعونا نعمر البلاد يا أخواننا، خلي كل مشاعرنا وجياشتنا وكل أدائنا في عمارة البلد. ما تطلعوا على السواد، تطلعوا على أنه في خير. ما تلعنوا الظلام، قولوا في خير الحمد لله رب العالمين، وأثروا في بلادكم وواقعكم المختلفة. وكل حدا اصلا هو عنده كان استعداد ان يدخل او دخل في الانتخابات، ما تحيد نفسك، خصوصا الناس اللي ممكن ما نجحوش، ما تم اختيارهم، ما وصلوش في المناصب اللي بدهم اياها او المواقع بدهم اياها. ارجوكم، وهذا رجاء لكم ان تكونوا دائما يد بناء، وتكون فرصتكم الحقيقية ان يراكم الناس الرؤية الحقيقية. ما تزعل وتلوم على الناس وتقول مبيوعة ومشرية ومعمولة ومسوية. اذا كنت انت مؤثر وقادر على التأثير صدقني الناس ستختارك. واكبر دليل على ذلك انظروا الى الانتخابات في 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 بلاد اوروبا لما بيختاروا الناس المسلمين. احنا نقول حرب على الإسلام، لكن تجد تلك المسلمة أو ذلك المسلم يكون عمدة تلك البلد أو ممثل في مجلسها البرلماني وغيره. إذن الإنسان المسلم الواعي، طبعا راح تقولوا لي أوروبا غير وإحنا غير، بعرف القصص، بس قصدي مهما كان الواقع بدك تقول عنه سوداوي يمكن أن تصنع فيه خيرا وأن تؤثر فيه، وهذا المطلوب منا. مطلوب منا أن نؤثر في الخير، أن نكون دائما دعاة خير، دعاة إيجابية، دعاة إن شاء الله صلاح وبناء وطن وعمار في هذا البلد. أن نترك الخصومة وأن نبحث عن ما يجمعنا، ما يجمعنا البناء، ما يجمعنا الشارع اللي بنمشي عليه والخدمات اللي بنسويها، وكل هذا بيساعدنا يا جماعة الخير بشكل أفضل على أنه نفكر بطريقة إيجابية فاعلة في تحسين أدائنا وفي تطوير مجتمعنا، تحسين شوارعنا، تحسين خدماتنا. هذا اللي بده المواطن العادي، بده الخدمات تكون كويسة، بدوش معاملة سيئة، بدوش إجراءات تطول، بدوش ناس تتعامل معها بطريقة سيئة، بدوش والله إنه الخدمات تكون مش بالمستوى المطلوب، بده الأموال يراها أين تذهب وكيف تذهب، ما بده حدا يحتال ويسرق ويغش. وقلت ما زلنا نحتاج إلى عدالة ونزاهة وشفافية، وبدنا من هؤلاء الإخوة الذين يعني كلفوا والله يعينهم وكلفوهم الناس، وهذا طبعا شيء مهم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يفعلون، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن يكونوا على أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وأن يكونوا قريبين من مجتمعاتهم، قريبين من الناس. فإن أحسنت في الاختفاء والناس ما مسكتك في عورتك، فإن الله سبحانه وتعالى قابضك
وإذا أخذك لم يكن ليفلتك. خلي مخافة ربنا قدام عيونكم، خليها حاضرة في أذهانكم، فتغترش بجماعتك وبزلمك وبربعك، فكلهم سيدفنونك في القبر وبرقصوا على قبرك من فوق، تسمع قرع النعال والطرق على مخك. فتذكر أن هذه الأمانة ستكون عالية جدا. ولما بتفكر تطلق نار تحتفل، حق الرصاصات خليهن لمواسير مية أحسن ما تضيعهن على الحكي الفاضي. ولما تفكر تضيع المصاري علشان الأكل والشهوات والتشروش، خلي هذه قروشك تضعها في بناء مدرسة ومركز صحي لبلدك يخدمه، وماسورة مية تسقي فيها الناس أولى مليون مرة من رصاصة تطلقها في الهواء على الفاضي. خلينا نكون هاي المرة فاهمين المعادلات صح وواعيين على التأثير. وهاي رسالتنا لكم، اتقوا الله في مناصبكم، اتقوا الله في مواقعكم، اتقوا الله في أموالكم وأموال البلد، اجعلوها في المسار الصحيح والمراقب، لأن الله سبحانه وتعالى سائلكم، الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا تفعلون. فهذه أمانات والموضوع تكليف وليس تشريف، فكونوا على قدر هذه التكليف، كونوا على قدر هذه المسؤولية، وليكن شعاركم نزاهة وعدالة وشفافية وقرب من أهل بلدكم وقرب في عطائكم، واختموا أعمالكم بالصالحات. ولكم كل الحب إن شاء الله، ولكم منا الدعاء والدعم والإسناد. وأما غير ذلك فإن كنتم أذكياء تهربون من الرقابة فمش عند ربنا الذكاء يا حبايبي. ماشي، الله يحفظكم جميعا. شاكر لكل اتصالات، لكل حدا اليوم تواصل معنا، دعا لنا في ظهر الغيب، الرحمة لشهدائنا والعزاء لذويهم، والحرية لأسرانا، أسر الحرية العظماء، وكل الحب والود والتقدير للعظيمات الأمهات اللواتي أنجبنا نطفا عظماء، وإن شاء الله رح يكونوا جيش التحرير هدول. ماشي، عشان تعرفوا أنه إحنا في النهاية شعب فلسطيني بقدرة الله وبأمر الله سيكون متحرر من هذا الاحتلال وقادر على صناعة مجد لهذه الأمة. يحماكم ربي ويحفظكم. وكما العادة الشكر موصول أيضا للإخوة في فريق العمل في الإخراج، الدكتور محمد الملاح، وفي الهندسة الإذاعية والمتابعة الأستاذ محمود مطر، وأيضا في فريق العمل الحبيب مجد النعنيش، والأستاذة في الإعداد الأستاذة أريج عمران. خالص الود لكم جميعا، فريق العمل الرائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد. تابعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام البرنامج التفاعلي عمار يا بلد مع الدكتور محمد مصطفى بشارات، الخبير والاستشاري في التنمية البشرية. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا، ثم يعاد مسجلا عند 10:00 مساء بإذن الله تعالى. وإحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد، شارع حيك مع دخلاته، نحمي بحرقة ممتلكاته، نسقي عرصيف وزهراته. والله عمار يا بلد. والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد، بالتعاون والإخاء لابد عم الرخاء، بالمحبة والإباء. والله عمار يا بلد. والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد. والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد. إن عمرناها رح وكامر، بدينا بتحلى وبتكبر، مثل النوار اللي زهر. والله عمار يا بلد. والله عمار يا بلد، انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد.
والله عمار يا بلد. لما الجاري يحس بجاره يتفقد ويزور بداره يحفظ له ماله أسراره. والله عمار يا بلد والله عمار يا بلد انت العزوي والسند واحنا رجالك للأبد والله عمار.